جميل قوي ان انا اكون معاكم النهارده وفي بطوله. صح. يعني ده شكل مفرح. وان شاء الله انا مع بعض تاني في بطوله افريقيا باذن الله، اللي كلنا بنتمناها الحقيقه ومصممين باذن الله عليها باذن الله، وبندعي ربنا ان هي تكون من نصيبنا السنه دي. تالت حاجه اللي انا عايز اقولها لكم، برافو، يعني عاملين حاله. بقيتوا لما بنصحاش بدري ونتفرج عليكم في حاجه فاتتنا، يعني شهاده نعتز بيها بجد يا كابتن. بنشوف بقى الاعاده والحاجات دي بقى. مبروك عليكم، البرنامج بتاعكم جميل، وبقينا الحقيقه في كيان كبير قوي زي ما هو طول عمر المؤسسه دي كيان كبير. فالذكريات بقى بتاعت البطولات انا بتفرج عليكم قبل ما اخش، يعني حسستوني فعلا ان انا لسه بلعب وبحتفل معاكم بالبطوله، و حاله طبعاً احنا تعودنا عليها كل سنه الحقيقه، او جماهير النادي الاهلي خاصه، ان هي بتحس ان دي البطوله بتاعتهم، ما حدش يقدر يهاوب ناحيتها. يوم ما يحصل ميسنج او يحصل اي حاجه بسيطه كده تبقى يعني مش مقصوده يعني.